السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم فيديو جديد. والفيديو ده هيكون عن البيتا بتاعت بلاك اوب 3 ولعبتها في الفتره اللي فاتت بعد داونلود ل 12 جيجا. ويحب يشكر الجيمنج اندستري على الاحجام الضخمه اللي هم بيقدموها في البيتاز بتاعتهم. يعني 12 جيجا دي كانت حجم مودرن وورفير 2 على البي سي سنة 2009 تقريبا ولا 2010، ما علينا. المهم بالنسبة للبيتا ذات نفسها بتاعت بلاك اوب 3، ابتديت العبها امبارح ولعبتها حوالي 4 ساعات تقريبا. والاربع ساعات دول يعني في يعني حاجات كتير جدا عاوز اتكلم عنها، واحاول ان انا اكون يعني مختصر بالنسبة لثلاث مواضيع في الفيديو ده بالتحديد، لان انا في فيديوهات تانية هعملها عن اللعبة. اول حاجة عاوز اتكلم عنها بالنسبة للنت كود. انتوا عارفين كويس جدا ان انا يعني من اكتر الحاجات اللي عصبتني وحرقت دمي في الفترة الاخرانية من عمر Advanced Warfare هي ان حالة النت كود بتاعت اللعبة او ما ابتدت كان فيها مشاكل، وبعد كده ابتدت انها تسوق اكتر واكتر مع الوقت. لكن انا لما ابتديت العب يعني بلاك اوب 3 كانت اكتر حاجة حاططها في دماغي ايه اهم نقطة ان انا يعني لازم ابص لها، طبعا هي النت كود. النت كود يعني كان في البيتا اول ما ابتديت العب اول ربع ساعة يعني لقيت ان كان في مشاكل. في ناس قبل ما انزل البيتا قالوا لي ان هم مش عارفين يخشوا ولا جيم تقريبا، وبعد كده لما دخلت لقيت ان الجيم كان فيه روبر باندنج، كان فيه مشاكل في الكونكشن، الجيم بيفصل، ناس بتخش وناس جديده بتطلع والكلام ده، يعني كان فيه مشاكل. انا مش عارف يعني كانت المشاكل دي وقتها كان حد عندي مثلا في البيت بيعمل داونلود ولا بيتفرج على حاجه على اليوتيوب ولا ايه بالظبط. لكن على ما يبدو انها كانت مشاكل موجوده لمده ربع ساعه بس من الاربع ساعات اللي انا لعبتهم، وبعد كده ما شفتهاش تاني تماما. ما اعرفش هتكون موجوده تاني لما ابتدى العب بعد لما اخلص الفيديو ده ولا لا. بس الفكره نفسها ان انا بعد ربع ساعه دي لقيت ان النت كود في اللعبه يكاد يكون افضل من النت كود بتاع ادفانسد وورفير اول ما نزلت. مش عاوز ابالغ، ممكن يكون افضل نت كود شفته في السلسله دي لحد دلوقتي، وممكن يكون احسن من مودرن وورفير 2. وفكره نفسها ان انا اتفاجئت بوجود حاجات اول مره اشوفها. احنا دايما لما كنا بنبص على الكونكشن بتاعتنا في اللعبه وبعد كده بنشوف احنا كام بار، بس لقيت ان البارز لسه موجوده وحاطين ارقام البنج بتاعك ذات نفسه كام، وفي يعني زي ميتر كده تحت الباكت لوس. اعتقد ان هو ما كانش شغال في البيتا، بس تقريبا كده هم بيحاولوا ان هم يخلوا اللعبه ديديكيتد سيرفرز. انا مش متاكد الصراحه، بس امبارح الكونكشن كانت ممتازه. يعني انا ما اقدرش انكر ان طول مثلا الاربع ساعات الا ربع دول ما قابلتش ولا مشكله، ما حسيتش ان في هيت ماركرز بتضيع او ما بتتسجلش اصلا او ما بتظهرش زي ما كان بيحصل في ادفانسد وورفير. معظم الكيلز بتيجي بسرعه، يعني انا حسيت ان الموضوع كان كويس جدا، يعني مش هطلب اكتر من كده بالنسبه للعبه اسمها كول اوف ديوتي. وانا مش عارف الموضوع ده هيستمر اكتر مع الوقت، يعني هل الحاله الكويسه دي هتفضل موجوده ولا لا. لان انا افتكر ان بلاك اوبس 2 كانت يعني كانت كويسه شويه في الاول، وبعد كده ابتدت تظهر فيها مشكله اسمها بروكن كاميرا، حتى كانت موجوده على اللان. دي كانت مشكله في الانجن ذات نفسه. يعني يا رب يعني المشاكل دي ما تظهرش تاني في اللعبه، لان انا شايف ان لو اللعبه استمرت بالوضع ده لحد اخر فتره في عمرها هتكون كويسه جدا. ده بالنسبه لموضوع النت كود. الموضوع اللي بعد كده هو بالنسبه للاضافات الجديده الموجوده في اللعبه، وايه الجديد. يعني الناس كلها بتسال نفسها ايه الجديد اللي بيبقى موجود في السلسله عن الاجزاء اللي فاتت. في حاجات جديده، يعني ما نقدرش يعني ننكر ان مفيش جديد، يعني بس كميه الحاجات الجديده وتاثيرها على اللعبه مش قد ادفانسد وورفير، ومش قد ادفانسد وورفير من ناحيه انها يعني زي ما تقولوا تحور التجربه بتاعتك اللي هي بتاعت تجربه كول اوف ديوتي من ايام مودرن وورفير 1 لحد دلوقتي. ادفانسد وورفير ضافت حاجات كتيره جدا، ضافت طبقات كتيره اكتر واكتر فوق اللعبه، فوق الجيم بلاي، في جيم بلاي ميكانكس جديده ضافت في اللعبه. لكن انا حسيته في البيتا ان تري ارك قالوا احنا عاوزين نغير في اللعبه بس نمسك العصايه من النص، احنا مش عاوزين يعني نخلي الاكسبيرينس بتاعت كول اوف ديوتي تتغير بنسبه كبيره، مش عاوزين ان احنا نبقى عاملين حاجه جينيريك ومش مختلفه، نخلي حاجه يعني ممكن تكون فريش شويه. ايه الحاجات الجديده موجوده في اللعبه؟ اول حاجه هي السبيشالست، يعني الناس اللي بتلعب الموباز زي ليج اوف ليجندز او دوتا. في كاركترز بيتسموا الشامبيونز او هيروز حسب اللعبه، وكاركترز دول بيبقى عندهم زي حاجات مميزه ومختلفه عن الكاركترز الثانيه، وزي ابيليتيز واسلحه والكلام ده. هنا برضو في بلاك اوب 3 في حاجه زي كده اللي هم اللي اسمهم سبيشالست. انا لعبت باثنين لحد دلوقتي، واحد اسمه روين تقريبا وواحد اسمه بروفيت، وكل واحد منهم ليه سلاح وابيليتي خاصه بيه.
انت بتختار تلعب حاجة من الاتنين، ما تقدرش انك انت تلعب بالاتنين في نفس الوقت. يعني في حاجات حسيت انها اوفر بورد شوية معاهم، يعني الموضوع ده هنجيله بس في الاخر. لكن الفكرة يعني ممكن تكون ليها ابعاد كتيرة لو انت هتلعب اللعبة بشكل كومباتيتيف. في الكومباتيتيف مود بتاعها اللي هو اللي اسمه رينا تقريبا، كان في بلاك اوبس 2 كان اسمه ليج بلاي تقريبا، ومفروض ان الموضوع ده هيخلي يعني طريقة وصولك للأوبجكتيف هتكون مختلفة شوية، انك انت ممكن تستخدم ابيليتي معينة او انك انت تنقذ نفسك من موقف معين باستخدام الابيليتيز اللي موجودة. انا لحد دلوقتي ما لعبتش بيهم كلهم عشان احكم على الموضوع ده، وانا هقدم لكم فيديوهات اكتر في الفترة اللي جاية عن اللعبة، من ضمنهم فيديو انا حاطط يعني في دماغي ان انا اتكلم فيه عن البالانسنج عموما بتاع اللعبة، ايه الاسلحة الكويسة، ايه الاسلحة الاوفر بورد، ايه الحاجات اللي انا شايف انها لازم مع الوقت انها تتغير ويحسنوها قبل ما اللعبة تنزل. يعني فيدباك اللي انا هقدمه لكم من خلال الفيديو ده انا هحاول ان انا مثلا احطه على الفورمز بتاعت اللعبة او اي وسيلة ان انا اقدم فيدباك بخصوص البيتا. المهم يعني انا نظام السبيشالست انا شايف ان هو يعني نظام لحد ما ظريف جدا. انا استمتعت ان انا العب مثلا بكاركتر زي روين. روين انا حسيت فيه ان هو متاخد فيه افكار شويه من ديستني، هي فكره واحده. اللي لعب ديستني هيبقى فاكر الكاركتر اللي هو او الجاردن اللي اسمه تايتن. تايتن كان عنده زي سبيشال ابيليتي يروح ضارب على الارض، والضربه دي بتبقى ليها مساحه معينه ممكن تقتل اي شخص في المساحه دي. نفس الكلام مع روين، روين معاه حاجه اسمها جرافيتي سبايكس بيستخدمها عشان يعمل حاجه زي كده. نفس الكلام شفته مع كاركتر تاني بس انا ما استخدمتوش، بس شفت حد قدامي بيستخدمه اسمها سيرف. سيرف معاها سلاح عامل زي البيستول اللي كان مع الهانتر في ديستني، والبيستول ده كان لما بتضرب اي حد بيه وان شوت وان كيل. نفس الكلام معاها، وطريقه انك انت بتستخدم الابيليتي ذات نفسها عامله زي ديستني. انت مع كل الكيلز يعني بتجيبها بتسرع الوصول او بتشحن السكيل دي ذات نفسها، او انك انت ممكن ما تجيبش كيلات كتير ولا حاجه، هي بتشحن نفسها اوتوماتيك بس بشكل بطيء. ونفس الكلام ده يعني كان في ديستني بالنسبه للابيليتيز بتاعت كل جاردن في اللعبه. فانا شخصيا شايف انها فكره ظريفه، يعني فكره مش وحشه، فكره فيها يعني ممكن تكون اضافه جديده شويه للعبه، انك انت عندك قدرات جديده ممكن تستخدمها ليها لازمه، على عكس الاكسو ابيليتيز اللي كانت موجوده في ادفانسد وورفير. انا متهيالي ما استخدمتش الاكسو ابيليتيز تماما في ادفانسد وورفير، حتى حسيت من اول يوم انها ما كانش ليها لازمه، لكن الحاجات دي انا شايف انها هيكون ليها لازمه، بس لما نشوف يعني ايه تأثيرها على البالانس مع الوقت. بالنسبة للحركة الجديدة في اللعبة، اول حاجة ما عادش فيه داشنج تماما، ما عادش فيه الكلام اللي كان بيحصل في Advanced Warfare وال3D Movement اللي كان بتحصل دي، وحتة كمان الدبل جامبينج. الدبل جامبينج كان في Advanced Warfare انت بتدوس مرتين على اكس مثلا على الكنترولر بتاع بلاي ستيشن 4 تلاقي نفسك نطت نطة عالية وسريعة جدا، لكن هنا انت تكة واحدة على الزرار بتاع الجامبينج بتلاقي نفسك نطيت نطة عادية جدا زي بتاع الاجزاء القديمة. هتدوس دبل تاب وتفضل دايس هتلاقي نفسك بتعمل حاجة زي هوفرينج، مش هقول ان هو دبل جامبينج، حاجة كده زي الجيت باك اللي كان موجود في هيلو، وبطيء جدا ما تتوقعوش ان هو سريع. يعني انا شايف ان هو لحد دلوقتي ملهوش اي تأثير على النت كود، يعني الهيت بوكسز مثلا هتلايج ولا حاجة، لا تماما الموضوع يعني بطيء واستخدامه محدود. بالنسبة لحوار الوول رانينج في اللعبة، الوول رانينج يعني كان من ضمن الاضافات اللي هي ايه عليها جدال كبير، وخصوصا ان في ناس قعدت تقول، وانا منهم الصراحه يعني، ان الموضوع ده كده انتوا قربتوا اكتر واكتر من لعبه زي تايتن فول. من ناحيه الكنترولز الحوار الوول رانينج يعني عاوز اقول لكم ان هو ممكن يكون فعلا عامل زي تايتن فول، نفس الاحساس انك انت لما بتيجي ناحيه الحيطه تروح ناطط وتفضل عامل سبرنت عليها وبعدين ناطط من الحيطه تاني عشان توصل لحته معينه، هي نفس الكنترولز ما اختلفتش بشكل كبير. بس بالنسبه بقى لاستخدامها وهل هي كميه الاستخدام كبيره ذات نفسها ولا لا، اللي لعب تايتن فول عارف كويس جدا ان اللعبه يعني مابس كلها كانت مصممه يعني بكل متر فيها انك انت تستخدم الوول رانينج. الوول رانينج بيخليك تقعد تعمل يعني مثلا شيننج من اول الماب لاخرها، توصل من الماب لاخرها عن طريق انك انت تتنطط من الحيطه دي للحيطه دي للحيطه دي للحيطه دي. انما اللي انا شفته في ماب زي كومباين بالتحديد في البيتا، الماب دي لقيت ان فيها حطين بس انت ممكن تجري عليهم وهتستفيد من حته الجري، في اماكن تانية ممكن تجري عليهم بس مش مفيدين تماما. الحطين دول واحده بتوصل ما بين لو انت بتلعب دومينيشن بتوصل ما بين بوينت سي وبوينت اي، ممكن تجري عليه عشان توصل من النقطة دي للنقطة دي، وفي حيطة تانية بتوصلك من مبنى من أوضة صغيرة لأوضة تانية أو من على سلم كده لأوضة تانية وبس.
ده اللي انا ما شفتش غيره يعني في اللعبه. يعني ما فيش حته تانية ممكن تستخدمها وتقعد تتنطط من الحته للتانية وتفضل عامل زي فور اولوز عمال تتنطط في الماب كلها واللعبه تتقلب في الاخر زي ما بيقولوا سير. وما اعتقدش ان في اي حاجه تانية تخص الموفمنت في اللعبه ممكن اتكلم عنها اكتر من كده. بالنسبه بقى للموضوع واخير اللي هو بالنسبه للبالانس بتاع الاسلحه، انا الصراحه شفت فيه اسلحه كتير جدا اوفر بورد. اللعبه كلها اسلحتها اوفر بورد، واوفر بورد بالنسبه للسلسله عموما. يعني تقريبا اللي هيلعب هيلاقي ان اساسا التايم تو كيل عالي، وانك انت بتستخدم سلاح تلاقي نفسك يعني بتقتل اللي قدامك بسرعه، والنت كود مساعد في حاجه زي كده. وتبص لمعظم الاسلحه تلاقي ان معظم الاسلحه يعني خصوصا الشوت جانز في اللعبه مرعبه. فالاسلحه عموما انا شايف ان معظمهم اوفر بورد، وهتكلم عنهم في فيديو لوحده لما اشوف كل الاسلحه الموجوده في اللعبه، وخصوصا مع الاسلحه بتاعه السبيشالست زي سلاح مثلا بتاع تيمبست بتاع بروفيت. ده سلاح فعلا عباره عن ريل جان اوفر بورد بطريقه بشعه. حاسس ان هو نوب فريندلي كمان، ان اي حد ممكن يستخدمه يعني في حاجه كده ألعن من ان هو فيه ام اسيست. فالكلام ده هنتكلم عنه في فيديو لوحده، وعشان ما نطولش الفيديو ده. بالنسبه لانطباعي يعني الاخير عن البيتا، انا ما اكدبش عليكم انا كنت مستمتع بيها جدا لمده 4 ساعات الا ربع او ربع ساعه زي ما قلت لكم، كان فيها مشاكل كتير. بس الفكره نفسها يعني انا شايف ان اللعبه لحد دلوقتي لو نزلت بالوضع ده واستمرت بالوضع ده لحد اخر يوم في عمرها هتكون واحده من افضل اجزاء كول اوف ديوتي اللي نزلت. يعني انا بالنسبه لي يعني افضل جزء كان مودرن وورفير 2، وبعد كده بلاك اوبس 2 كانت صراحه كانت كويسه جدا. بس الفكره انها مع الوقت يعني حصل فيها مشاكل زي البروكن كاميرا والكلام ده، اتمنى ان هو ما يظهرش تاني في بلاك اوب 3. فلما نشوف مع الوقت يعني ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتضاف، المنتج الاخير ذات نفسه هيكون فيه ايه. يعني ده مش حكم نهائي على اللعبه، البيتا نفسها انا شايف انها مديالي انطباع ايجابي كبير جدا، واتمنى ان الانطباع الايجابي ده يستمر لحد الفاينل ريليس بتاع اللعبه، ونشوف المحتوى كله هيكون عامل ازاي في الفتره اللي جايه. عموما انا هقدم لكم فيديو هتكلم فيه عن البالانس عموما بتاع اللعبه، الحاجات اللي انا شايف انها اوفر بورد، البيركس، الكيل ستريكس، الديزاين بتاع المابس. يعني الديزاين بتاع المابس لحد دلوقتي انا عاجبني، بس لما نشوف الانز والاوتس بتاعته عامله ازاي. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اي حد يكون لعب البيتا يقول لي رايه بالنسبه لها، يعني ايه اللي عجبه، ايه اللي ما عجبوش، ايه الحاجات اللي هو شايف انها اوفر بورد، ايه الحاجات اللي هو شايف انها ممكن تكون كويسه جدا واضافه حلوه، رايه في الموفمنت والسبيشالست والحاجات دي. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.